ليست هنالك من طريقة أفضل من التعاون وتكاتف الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بيئة شواطئنا وحمايتها من الموت والتلوث. هذه هي الرسالة التي أردنا أن يبعثنا بها هؤلاء النسوة والفتيات للمجتمع من خلال مشاركتهن التطوعية لتنظيف وجمع أكبر قدر ممكن من المخلفات من على شاطئ ما يعرف بسيف حميد في مدينة المكلا القديمة. التقليد السنوي يقوم به الصندوق من أجل نظافة الشواطئ، وهي متنفس لنا نحن أبناء مدينة المكلا، لهذا ترانا نشارك دائما في الحملات التي يقيمها الصندوق لكي نرفع الوعي، وعي المواطنين. وطبعا لما تكون الشواطئ في المدينة فيها نفايات وفيها قاذورات طبعا يشوه المنظر العام الجميل لمدينة المكلا. نوصل رسالة لنساء منظمات المجتمع المدني وللشباب كافة للحفاظ على نظافة بيئتنا، سواء شوارعنا أو شواطئنا أو بيوتنا. مشاركة الفتيات وتطوعهن في حملات تنظيف الشواطئ التي يطلقها صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت كتقليد سنوي ضمن فعاليات أسبوع النظافة والبيئة مثلت حافزا مشجعا لمشاركة آخرين. هنا في منطقة ساحل روكب شرقي المكلا لمحنا الطفلين تامر وصديقه يسلم، وهما يجران ما استطاعا أن يجمعاه من أكياس وعبوات بلاستيكية فارغة كانت مرمية على رمال الشاطئ. قد ربما تكون هذه الأكياس ثقيلة عليهما بالنظر إلى عمرهما، لكن هذا لم يثني إصرارهما بأن تكون لهما مساهمة في التخفيف من مشاهد انتشار النفايات على امتداد شواطئ مدينتهم. ندرس في الصف الثامن، جيتنا صاحبي مشاركة لأجل التطوع لتنظيف السواحل من التلوث، تنظيف البيئة. هذه الحملة ضرورية جدا، في النهاية يعني هذه مدينتنا، في النهاية احنا اللي ساكنين فيها، في النهاية هذه وصاختنا، وإحنا إذا نظفناها إحنا اللي بنعيش فيها. ولا مانع من أن يحول البعض هذا النشاط لدرس دائم. هذا أخي هارب، جينا نويات هنا إلى هذا المكان وهذه الفعالية، يشوف أهمية النظافة عشان أغرس فيها حب النظافة من صغره والحفاظ على البيئة. مثل هذه الحملات لا تهدف في المقام الأول إلى إبقاء هذه السواحل جميلة فحسب، بل وأيضاً إلى إيجاد توعية مجتمعية بأهمية النظافة وإبقاء هذه السواحل خالية من مشاهد التلوث، لما لذلك من أهمية كبيرة على حياة الإنسان والكائنات البحرية، ولتبقى بيئتنا نظيفة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.